Salaam Alaikum. Mr. Moderator, our distinguished guests, brothers and sisters, our friends and our enemies. لأنهم قادوا إمامهم وحكموا بالكفر على من حكم غير الشرع ولم يحكموا بالكفر والشرك الأكبر على من تطوف بالقبور ودعا الحرى وهذه بلية عظيمة والمهم أن المشركين والمهم ايش قلنا المشركون أن المشركين شرك القبور كفر ومن لم يكفرهم أو صح مذهبهم أو عذرهم بالجهل فإنه مثلهم وبالله التوفيق. من قال أن من عبد غير الله كمن يدعو ويذبح للأولياء هل يقال أنه معذور بجهله لابد من إقامة الحجة عليه؟ الأمر يعني فعله كفر بلا شك، عبادة لغير الله دعاء لغير الله كفر، فنقول هذا فعله كفر وكان لهذا. أما عن أمر الآخرة هل الحجة قال أن بلغ هذا أمر إلى الله علمه، لكن في الدنيا نعامله بأنه مشرك كافر، نحكم على كفر فعلي وكفر إبداعته، لكن المآله أي الله أمره. نعتقد أن من لقي الله مشركا فالنار هو مقره، لأن الله يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، لكن الله أعلم بحال العباد يوم القيامة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن هناك من يقول إن من لا يعذر الجاهل في شركه الأكبر، إن هناك من يقول إنه تكفيري، وهناك من يشن الحملة على من لا يعذر المشركين بجهلهم في هذا الزمان، فما نصيحتكم وتوجيهكم في ذلك؟ يعني ما يعذر المشركين معناه أنه ما ينكر الشرك ولا ينكر المنكر فهو مثلهم، كن مثلهم، من لا يكفر الكافر فهو كافر، هذا من نواقض الإسلام، كما في النواقض العشرة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، من لا يكفر الكافر. نعم. إذا استغاث بقبر أحد الصالحين، إذا استغاث بقبر أحد الصالحين وهو جاهل عليه كفر؟ نعم، الشرك الأكبر إن شاء الله، هذه من الأمور المتحفة بين المسلمين. إذا كان جاهل يكفر يا شيخ؟ ولو هذا من الكفر الأكبر، ولا يعذر بقوله إني جاهل، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، لكن يكفر إذا كان صادق يبادر بالتوبة. في بعض البلدان يا شيخ الله إليك، في بعض البلدان يطوف، نعم، في مصر والشام وغيرها. نعم، طيب يكفرونه جهل؟ نعم نعم، الرسول كفرهم المسلمون، قاتلوا المثليين وفيهم العامة اللي ما يعرفون شيء تبع لساداتهم. نعم. حتى في بعض الدول أوروبا أمريكا مثلا شيء. نعم، الذبح لغير الله. نعم، شيخ، قل إن صلاتي ونسكي محياي ومماتي لله رب لا شريك له، على خاصة في الدول العامة تبع القادة. نعم، تبع الكفار، تبع اليهود والنصارى وأشبههم، قادتهم تبع لهم، نسأل الله العافية، عامتهم تبع لهم. نعم، أحسن الله إليك. الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم من الوسائل، ما يجوز. اللهم إني أسألك بجاه النبي، هذا ما يجوز، أو اللهم إني أسألك بنبيك أو بالصالحين أو بجاه الصالحين. قال أن لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، الحجة قائمة، لأن الله جل وعلا قال هذا بلاغ للناس، كتابه بلاغ للناس، وقد بلغ المشرق والمغرب، والناس أعرضوا عن القرآن ولا يريدونه، نسأل الله العافية.
قول شيخه وقول إمامه عنده أكبر من القرآن. However, if you see a Muslim who outwardly displays his Islam, he says La ilaha illallah, and you see him individually worshipping at a grave, then the ruling upon him, does it mean that you can call him a mushrik and say, you, anta Abdullah, anta mushrik? What? Or do you withhold? Then that is dependent upon where he is, the country that he's from, not because it matters in terms of your race. Why are you gay? What we mean or intend here, which country, is that country far away from the lands of Islam? Or is he someone who lives in the lands of Islam and the lands of Tawheed, whereby the knowledge of Tawheed is widespread? Like, for example, he lives in Riyadh, or in Mecca, or in Medina. He lives in Ta'if. So this person now, that he lives in a land where Tawheed is widespread, and the knowledge of Tawheed is taught as a child growing up, as opposed to a person that lives a far distance away. He lives, for example, in the deepest depths of Africa, or in the deepest depths of Central Asia. And therefore the knowledge of Tawheed has not reached him. But he utters La ilaha illallah, and he prays his prayers, and someone has informed him that this is from Islam. So these two types of people are in two different situations. The first one, the excuse is removed. Why? Because he has no excuse. As for the second one, then he has an excuse because he is far from knowledge. Oh my God! Far from ilm. And this was the position of Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Also, and this is something reiterated over and over again by Shaykh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen and others, that if a person is far distant, and the example that Ibn Taymiyyah uses is a person who has newly come to Islam and he does not understand what he is doing because he is blindly following someone else. Or he is a Bedouin who lives out in the desert and the knowledge of the details of Tawheed has not reached him except by way of the evil scholars who have informed him that that which he does at the graves is something which is permissible for him. So he may slaughter at the graves or make tawaf of the graves whilst uttering the term La ilaha illallah. Then Shaykh Ibn Uthaymeen is asked, so how does one go about dealing with the second category, the one who is distant from Tawheed? Ibn Uthaymeen mentions that he is informed and the proof established upon him, the message of the messengers conveyed to him, and if he persists thereafter, then he is declared to be a mushrik, a polytheist outside the fold of Islam. So that is the excuse of ignorance. What? Bro, what are you talking about, man?